سيبك من النتيجه اللي هي وسعت شويه اخر خمس دقائق، وده يعني في علوم كره القدم بيحصل خصوصا مع الفرق الكبيره اللي هي ما بتستسلمش للهزيمه، اللي هي بيبقى عندها نزعه الهجوم علشان خاطر تدرك او تحاول تدرك النتيجه في الدقائق الاخيره، وقدامك خصم قوي جدا وخصم عنيد جدا وخصم معروف وخصم يعني اقدر اقول لك افضل نادي في العالم يعني حامل لقب دوري ابطال اوروبا. فلما تفتح اخر خمس دقائق في الوقت الضايع جايبين جولين اخر عشر دقائق ولا اخر خمس دقائق، ريال مدريد كسب المباراه والاهلي كسب الاحترام. الاهلي الشوط الاولاني مقفل كويس جدا، مضيع اكتر من فرصه. ريال مدريد نفس الكلام، كان بيحاول بس كانت بتتكسر هجماته على الدفاع الاهلاوي، خطا من محمود متولي تسبب في جول فينيسيوس طبعا. بعد كده الشوط الثاني هقول لكم يعني الاهلي حاول اكتر، بس فالفيردي جاب الجول من تمريره خبيثه لمودريتش مع اول دقيقتين في الشوط الثاني، رغم ان تصورنا ان الامور بتتصعب اكتر، بس شفنا الشحات بيضيع وشفنا القضيه الثالثه بتضيع من قفشه بغرابه شديده جدا. بعدين بينالتي لعلي معلول بتقرب النتيجه 2-1، طموحنا بيزيد تاني، تستمر المباراه على فكره على وتيره متساويه، هجمه الاهلي بيضيعها هجمه ريال مدريد بيضيعها، فرصه هنا بتضيع فرصه هنا بتضيع من كتر الحماس والشحن جوه الملعب. حصل صدام او مشاده بين الفرقتين، بينالتي لريال مدريد صده محمد الشناوي بنجاح، والاهلي كان شكله حلو على فكره. لكن تعمل ايه بقى لما تلاقي خلاص الدقيقه 90 بتيجي والحكم بيحسب 7-8 دقايق وقت ضايع، مفيش قدام الاهلي غير انه يحاول يهاجم ويحاول يدرك التعادل عشان يدرك الهلال في المباراه النهائيه. والاهلي كمان في كاس العالم للانديه نادي شكله حلو، نادي كمان كل الناس بتتكلم عنه، فهذا الادراك وهذا الفتح وهذه الثغرات اللي تفتحت مع فرقه قدامك زي ريال مدريد، كان عندك حل من اتنين، يا تفضل مقفل زي ما انت وتخسر 2-1، يا تحاول ان انت تدرك التعادل وترجع تقفل تاني. انا كنت متاكد ان كولر عنده امل انه يجيب جول ويرجع يقفل تاني ويلعب على الوقت الاضافي وركلات الترجيح، لكن هي دي كره القدم. نادي كبير زي ريال مدريد لما تواجهه متوقع ان يحصل كل حاجه. بقول لك الاهلي يعني اعتبره مانشستر سيتي يا سيدي، اعتبره باريس سان جيرمان يا سيدي، اعتبره ليفربول يا سيدي، اعتبره مانشستر يونايتد، ومين في العالم دلوقتي بيقدر على ريال مدريد في الدنيا كلها؟ مفيش حد. طموحنا وسعت وعلي وحسينا ان الاهلي هيعمل حاجه كبيره جدا، والاهلي السبب يعني شكل الاهلي الحلو مش بس في كاس العالم للانديه وقبل كاس العالم للانديه، سواء في الدوري المصري والماتشات اللي عملها لغايه ما راح كاس العالم للانديه، وبعدين بيكسب اوكلاند سيتي 3، وبعدين يكسب سياتل ساوندرز 1-0، يعمل ماتش كبير جدا في الشوط الثاني ودخل على ريال مدريد، فقلنا خلاص، وخصوصا كمان بعد ما الهلال كسب فلامينجو البرازيلي. انما هتعمل ايه؟ هي دي حال كره القدم، وانت بتقابل كمان اقوى فريق في العالم. الاهلي عمل ماتش انا بهنيه عليه، الاهلي عمل بطوله انا بهنيهم عليها بعيد حتى عن الميداليه البرونزيه مركز ثالث او مركز رابع. الاهلي هو النادي المشرف دائما، الاهلي هو النادي اللي يعني انا النهارده لما الاقي بقى ناس بتتريق مثلا ان الاهلي خسران من الريال 4-1 والجولين على فكره في اخر في الوقت الضايع يعني كانت 2-1، لما الاقي الاهلي كده والاقي الناس مثلا هتقعد تتريق تضحك، يعني افترض ان انا اضحك لان الريال ده مش فاركو ولا الريال ده مثلا امبي، انما ده ريال مدريد احسن فريق في العالم، وزي ما قلت لحضراتكم انا بعتبر النتيجه 2-1 مش 4-1، لانه كان قدام لعيبه الاهلي الكبار حل من اتنين، اما ان هو يحاول يهاجم ويزيد ويدرك التعادل ثم يقفل تاني، او يقفل ويخلص 2-1 ويقول لك ايه اديني قدام الناس خلصت قدام ريال مدريد بفارق جول، انما الكبار ما بيبصوش بالنظره بتاعتنا دي، اللي هو يا عم عشان خاطر الكوميكس، الكبار لا بيهمهم الكوميكس ولا بيهمهم السوشيال ميديا ولا بيهمهم الواد ده طلع اتريق ولا الواد ده طلع قال ولا الواد ده يعني شمتان، يعني حد يشمت في حد بيلعب في كاس عالم؟ كاس عالم يعني كل دي طبعا حاجات تهلكك بالضحك يعني. انما الاهلي انا بهنيه على اللي وصل له، بهنيه على المكان الرفيع اللي وصلته اللي وصل لها، بهنيه على وكالات الانباء العالم كله اللي بتتكلم عليه، بهني اللعيبه على المجهود الكبير اللي بيقدموه. حقيقي الاهلي يظل دائما النادي المشرف للكره المصريه والعربيه والافريقيه. معايا على التليفون كابتن رمضان السيد نجم كره القدم بالنادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن رمضان مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد وتحياتي ليك. كابتن رمضان انا شايف الماتش حلو جدا.
انا شايفه ماتش كبير جدا جدا جدا. والنادي الاهلي يعني انت مضيع فرص كنت ممكن ده القضيه الثالثه جت جايه حسين الشحات مضيع حتى الواد بيرسي تاو لما نزل بيرسي تاو وحسين الشحات لا النادي الاهلي عامل مباراه كبيره جدا جدا. انت زي انا زي ما انا بدماغه كمان مضيعه واحده انا طبعا انا زي ما انا سامعك كده الدقيقه 90 انت يعني 2-1 دي اي حد من الفرق اللي هي مثلا اي حد جبان يا كابتن هيقفل الملعب وخلاص بالظبط هيقول لك انا اطلع 2-1 وخلاص بس في نخوه البطل يا كابتن ما ينفعش لا النادي الاهلي ما ينفعش كده. النادي الاهلي عاوز يتعادل وعاوز يروح لضربات جزاء يعني انا كابتن رمضان الشبكه فيها حاجه استاذنك تيجي بس يمين او شمال انا اصلا جاي في طريق ال طب تمام كده عشان رايح مدينه الانتاج تمام الصوت بيقطع كده الصوت بيقطع يا كابتن طب حاول الاعداد تاني يكلموا كابتن رمضان نقفل يا كابتن ونحاول نتصل بيك تاني. شوفوا الكابتن رمضان السيد وراجل يعني مدرب كبير ونجم كبير النادي الاهلي ومنتخب مصر وبيتكلم بنفس المفهوم انه ما ينفعش الاهلي يعمل كده اي حد تاني غير الاهلي هو الاهلي هو انت البطل ينفع يتراجع او يبان ان هو جبان في الملعب جبان يعني ما عندوش شجاعه المواجهه لا انت بتواجه وبتلعب وفي الاخر دي كره قدم ونادي ريال مدريد نادي كبير وزي ما انا بقول كده يا سيدي ايه اعتبر الاهلي مانشستر سيتي مانشستر سيتي انا فاكر السنه اللي فاتت كسبان ريال مدريد 2-1 والتعادل والجول الثالث ولا 1-0 بعدين التعادل والجول الثاني في اخر 3 دقائق لو تفتكروا هل ريال مدريد وهو بيواجه مانشستر سيتي قال انا هقفل واعمل لا كافح وهاجم واشتغل لان بطل بيلعب بطل ومانشستر سيتي كان بطل وريال مدريد بطل والاثنين يعني عملوا نفس المفهوم اللي الاهلي قدمه النهارده قدام ريال مدريد لكن انت برضه بتلعب قدام ريال مدريد بتلعب قدام نجوم العالم واغلى لعيبه في العالم اللي هو بنص فرصه بيجيب الجول وبكل هدوء وبكل ثقه دي نجوم عالم يعني هو فالفيردي لما يعني انت هو راح قدام الجون بيعمل كده خلاص انت عارف ان الكوره رايحه جون يعني الاجوال طبعا فينيسيوس في الدقيقه 42 جول انفراد كده حطها تشيب من فوق الشناوي وفالفيردي في الدقيقه 47 بعد التمريره البينيه لمودريتش برضه رقص وحطها كده من فوق الشناوي علي معلول من بينالتي في الدقيقه 64 رودريجو في الدقيقه 92 واربياس في الدقيقه 97 رجع لنا تاني كابتن رمضان السيد كابتن رمضان معاك تاني اتفضل يا فندم يا استاذ محمد يعني انا بعتبر النادي الاهلي قدم يا كابتن انا بقول اعتبره مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان او ليفربول طبعا وهما بيقابلوا ريال مدريد يعني ما طبعا طبعا لا انا بصراحه النادي الاهلي مقدم بطوله على مستوى عالي جدا 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 المباراه اللي هي المرتقبه اللي احنا شفناها النهارده الحقيقه انا يعني بهني اللعيبه الحقيقه يعني بهني اللعيبه على ادائهم طوال المباراه يمكن بتستثنى